باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبينا الطوبوي المكرم، قداسة البابا الأنبا تبدروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيت محبة الله بالزيتون، يقدم الحلقة 19 من سلسلة مبادئ الحياة الروحية، وعنوانها الفأر الميت، الذات في التعامل مع الله. سلسلة مبادئ الحياة الروحية، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، النهاردة يا حبايبي هنكمل الحلقة 19 في منهجنا مبادئ في الحياة الروحية، ودي تكملة لسلسلة الفأر الميت. الفار الميت، والحلقة دي عن الحرب الكبرى في الحياة الروحية. والصراحة من غير متابعة المنهج من الأول هتكون الحلقات دي صعبة على اللي بيسمعها. ياريت يا حبايبي، ياريت اللي عاوز يستفيد استفادة حقيقية يرجع ويسمع من الأول بالترتيب ويطبق الخطوات العملية. وممكن يا حبايبي تلاقوا باقي الحلقات على موقعنا mabadi.com mbade2.com. ونسمع يا حبايبي الحلقة 19. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا مشيل، ايه فينك؟ ليك فترة مش باين. باين عليه اتغير وبقى متدين شويتين. ايه يا عم مش كده قوي، ساعة لربك وساعة لقلبك. اقول لهم ايه دلوقتي بقى؟ لو قلت اتغيرت هيتريقوا عليا. اقول لهم ان انا عادي زي ما انا كده، علشان مش عايزين وجع دماغ بقى. يا جدعان اللي بتقولوه ده متدين؟ ده كلام، احنا مش بتوع الحاجات دي يا جدعان، ده كلام المتدروشين. الوقت اتأخر قوي، لا لا لازم اقوم بسرعة عشان الحق ميعاد ابونا بخوم. لا اقوم اقوم يلا. ها ميعاد ابونا بخوم؟ نسيت امبارح اللي حصل؟ ها مش قلت انك مش متدين وان الحاجات دي بتاعت المتدروشين؟ نسيت؟ فعلا انا قلت كده امبارح. قلت كده ازاي؟ سامحني يا رب. يسامحك مين؟ هي سهلة ولا يكونش فاكرها سهلة؟ حياة روحية مين؟ نام نام، ملكش فيها، عيش حياتك وخليك زي بقية الشباب. ها كله كده ده هتعمل لي فيها ادي زمانك؟ ولا هيكونش هتعمل لي ادي زمانك؟ لا اقولك هتعمل لي فيها ادي زمانك. انا فعلا غلط، لكن مش هستسلم، مش هستسلم ابدا. يا رب يسوع، يا رب يسوع سامحني، يا رب يسوع اعني، يا رب يسوع اعني، ارحمني يا الهي، ارحمني يا يسوع. سلام ابونا بخوم. سلام ونعم يا مشيل يا ابني. ها ايه اخبارك واخبار حياتك الروحيه؟ نشكر ربنا يا ابونا، الحمد لله. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في موضوع الفار الميت. ايوه حبيبي، النهاردة يا ابني بنعمة ربنا هنبدأ في شرح تفاصيل حرب الفار الميت.
أول حاجة يا ابني هي الذات، يعني أنا موجود. وأول صورة من صور الذات هي الذات في التعامل مع الله. وأول شكل للذات في التعامل مع الله هي رفض وجود الله أو رفض الشهادة لله. الموضوع ده شكله مطول قوي. فعلا يا ابني فعلا، حرب الفار الميت هي أطول وأصعب حرب في الحياة الروحية. أيوة أيوة، لكن يعني إيه رفض وجود الله أو رفض الشهادة لله؟ أقول لك يا ابني، بالنسبة لرفض وجود الله، الملحدين بيقولوا أبانا الذي في السماوات خليك أنت في السماء وسيبنا احنا على الأرض. فبيرفضوا وجود الله عشان هم يعيشوا، بيفتكروا ان وجود الله ضد وجودهم، وما عرفوش ان الله هو اللي خلقهم وحبهم واداهم كل شيء بغنى للتمتع، وان وجودهم مرتبط بوجود الله. تمام يا ابني، زي الغصن ضروري انه يثبت في الشجرة عشان يعيش، لو انفصل هيجف ويموت. فكبرياء الإنسان هو اللي بيخليه يرفض الله، وبدل ما يصدق إن الله أبوه وإنه على صورته يفتكر إن الله عاوز يذله ويستعبده. هو يا ابني في أب بيخلف ابنه عشان يذله؟ لا طبعا. في أب عاقل يا ابني يخلف ابنه عشان يستعبده أو يكرهه؟ تخيل كده يا مشيل يا ابني، لو في شاب قال لأبوه بقول لك يا راجل أنت، أنا عاوز أسألك سؤال. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ انت زعلان مني في حاجة النهاردة؟ اتفضل اسأل يا حبيبي. ركز معايا وما تلفش وتدور، انت خلفتني ليه يا راجل انت؟ قولي بقى. انت ابني وانا بحبك، اي اب بيحب يكون له ابن. انت ابني وحبيبي وانا حابب انك تكون زيي واحسن مني كمان. يعني ايه بتحبني؟ انا عاوز اجابة، ليه خلفتني؟ طيب مش كنت تسألني انا عاوز اتولد ولا لا؟ يا حبيبي كنت هسألك ازاي وانت ما كنتش موجود؟ لو في ابن قال لابوه كده هتقول على الابن ده ايه يا مشيل؟ مجنون، اكيد مجنون، مش متزن، يعني عنده مشكلة نفسية. الله يا ابني هو أبونا وخلقنا لأنه خالق، زي الرسام اللي بيرسم روحة نقول له ليه بترسم؟ لو قلنا له كده هيقول لك برسم عشان أنا رسام. والعازف الموسيقي يا ابني لو سألته هتقول له ليه بتعزف موسيقى؟ هيقول لك ده الطبيعي، أنا عازف يعني بعزف. فالله يا ابني بتبعه خالق، خلق حاجات كتير، جماد ونباتات وحيوانات، أرض وسماء وبحر، وآخر الكل خلق الإنسان وخلى فيه صورته ومثاله وقال له أنت صورتي، أنت مثلي، أنت ابني وحبيبي. فالله يا ابني خلق الإنسان كابن بيحبه مش كعبد بيتسلط عليه. أيوه. إلهنا يمشيل هو الإله الحنين، مش الإله القاسي المتسلط. إلهنا هو الإله الأحن من الأم على رضعها. إلهنا هو الإله اللي قال لنا أنت صورتي ومثالي، وقال برضه أنت جزء مني. إيه؟ فين قال إن إحنا جزء منه دي؟ أقول لك يا حبيبي، لما الرب يسوع المسيح قال أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. وكمان قال ده انتوا تعملوا اعمال اعظم من اللي انا بعملها. معقولة نعمل اعمال اعظم من اللي المسيح شخصيا عملها؟ ايوة. طيب فين دي كمان يا ابونا؟ المسيح قال كده في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 14 اية 12، قال من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها. يوحنا 14 12. ايوة. أحفظها. زي المثل يا ابني اللي بيقول الأب بيحب ابنه يكون أحسن منه. فين بقى الواحد يلاقي كل الحب ده؟ فين يلاقي الواحد كل النعمة والاتضاع دي؟
إلهنا هو اللي بكل اتضاع غسل رجلينا زي الأب ما بيعمل مع أطفاله الصغيرين. وبعد ده كله الإنسان بكبريائه يرفضه ويرفض محبة الله ليه، وبعدين تسأله طب أنت أصلك إيه؟ يقول أصلي؟ أصلي أنا؟ أنا أصلي قرد. طيب آخرك إيه؟ يقول آخري؟ آخري شوية تراب. طب سامحني يا مشيل يا ابني، لو واحد من الناس دي قلت له أنت جدك قرد أو لمؤاخذة أنت والدك قرد مش هيزعل؟ طبعا. شفت يا ابني كبرياء الإنسان بيخلوه يا ابني يوصل لحد فين؟ شفت؟ بتكسر الإنسان وتخليه يحط من نفسه لدرجة أنه يبقى قرد أو تراب. زي تمام وما هو مكتوب في سفر الأمثال سليمان الحكيم بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الله، حلو قوي الآية دي. كبرياء الإنسان يمشي يا ابني مش بس بتكسر، ده كمان بتقضي على كل الرجاء والمعنى في حياته. علشان كده يا ابني تلاقي أعلى نسبة انتحار بين الملحدين والناس اللي بيقولوا إن أصلهم قرد وآخرهم تراب. دول تنبأ عنهم داود النبي من زمان قوي يا ابني، من 3000 سنة. 3000 سنة؟ أيوة. فين اتنبأ عنهم داود النبي يا أبونا؟ أقول لك يا ابني، في المزامير مزمور 49 آية 20 داود النبي قال إنسان في كرامة ولا يفهم. يعني الله قال للإنسان أنت ابني، أنت صورتي ومثلي، أنت جزء مني، أنا الكرمة وأنت الغصن، أنت تعمل أعمال أفضل مني، أنا أغسل رجليك. وبعد الكرامة دي كلها يا ابني الإنسان يرفض ويقول بكبرياء لا مش عاوز ده كله، أنا أصلي قرد وآخري تراب. وده هو الكلام اللي كمله داود النبي لما قال إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. يستاهل. كل اللي بيرفض نعمة الله يا مشيل يا ابني، اللي بيرفض نعمة الله وحبه، هو ده اللي بيلغي عقله، هو ده اللي بيحكم على نفسه فعلا انه قرد او تراب، او زي ما بيقول المزمور زي البهايم التي تباد. والناس ما تزعلش لو قالت على نفسها ان اصلها قرود، لكن تقول عليها شبه البهايم، لكن في وقتها هتزعل، ممكن تزعل. احنا لسه يا ابني عايشين على مستوى الجسد وثقافة الناس. حاجة صعبة قوي يا ابونا فعلا، فكرة يعني ناس موقفة مخها فعلا. الكبرياء بدل ما بيرفع الانسان بيزله. لكن ايه يا ابونا السر في الالحاد؟ يعني ايه اللي يخلي بني ادم يرضى ان حياته تكون من غير معنى ولا رجاء؟ سنين تعب وشقى وبعديها فناء بس كده؟ ازاي بيفكروا بالطريقة دي؟ احنا يا ابني لسه هنناقش موضوع ده، هنناقشه يا ابني بالتفصيل لما هنتكلم عن الاسباب الحقيقيه للالحاد. الموضوع يا مشيل فيه سر، مش مجرد اسباب ظاهريه. لكن دلوقتي هنكمل كلامنا عن رفض الشهاده للمسيح. ده ممكن يكون بكلامي او بسلوكي واعمالي. في روسيا ايام الشيوعيه واحد حكى القصة دي وقال في مرة كنت راكب تاكسي وكان سواق التاكسي ملحد، فسألني وقال لي باين عليك مسيحي. ها؟ قلت في نفسي لحسن يطلع تبع الشيوعيين ويعمل لي مشكلة، فقلت له لا 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 مش مسيحي أبدا، أنا مش مسيحي، المتدينين دول شوية جهلة، أنا مش مسيحي. وتمر الأيام واكتشفت ان السواق ده مسيحي ومن خدام الكنيسة اللي بيساعد ابونا في الخدمة، فاتكسفت جدا من نفسي وعرفت قد ايه كنت جبان وخواف للأسف. فالمسيحية مشيل مش حاجة عار ولا عيب نخاف ان احنا نعترف بيها ونشهد عن المسيح وننسى ان الرب يسوع المسيح قال في انجيل معلمنا متى
أصحاح 10 آية 33 قال: من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضا أمام ملائكة الله الذين في السماء. طيب وده ارتباطه إيه بالذات يا بونا؟ ارتباطه بالذات يا مشيل، اللي يعمل كده خايف على ذاته من الاضطهاد، أو لحسن حد يستهزئ بيه علشان هو مسيحي. فاكر يا ميشو لما كنت طفل كنت هتضرب فخفت وقلت انك مش مسيحي عشان تهرب؟ بس ده من زمان قوي يا ميشو، يعني خلاص بقى، كنت في تالتة ابتدائي. هي مشي الملك يا ابني، سرحت في ايه؟ لا مفيش، بس افتكرت حاجة كده حصلت من زمان بتفكرني بالماضي يا ابونا. كنت في تالتة ابتدائي بس موقف مش قادر انساه، وابليس دايما بيزلني بيه ويقعد يقول لي: انت انكرت المسيح، انكرت المسيح، انكرت المسيح. ايه اللي حصل يا مشيل؟ كنت في تالتة ابتدائي يا ابونا، وفي اخر يوم في الامتحانات اتجمع حواليا شوية اطفال كتير كده، وبدأوا بقى يغلسوا عليا ويضربوني وبتاع علشان اسمي مشيل. فخفت وقلت لهم: لا انا مش مسيحي، مش مسيحي، مش مسيحي. هل دي تبقى خطية يا ابونا ملهاش غفران يعني؟ ولا ده كده انكار للمسيح ولا ايه؟ اطمن يا مشيل يا ابني، اطمن. اول نقطة يا ابني، اي خطية مهما كانت لها توبة ولها غفران. الحمد لله. فمكتوب في رسالة معلمنا يوحنا الاولى اصحاح 1 آية 7 بيقول: دم المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فما فيش خطية يا ميشو هتكون صعبة على دم المسيح من انه يطهرها. قدم توبة يا ابني وثق في الغفران الكامل زي ما قلنا قبل كده. الله بيغفر حتى لو خطية داود او خطية بطرس، يعني دم المسيح بيغفر كل الخطايا، القتل والزنا والإلحاد والشذوذ. بس المهم يا مشيل ان الانسان يرجع ويندم ويقدم توبة، هيلاقي نفسه في أحضان المسيح، وأحضان المسيح مفتوحة له، مفتوحة بكل حب وكل غفران، زي تمام ماري إسحاق السرياني بيقول: ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. تاني حاجة، إنك كنت طفل صغير يا مشيل، ده معلمنا بطرس الرسول كان راجل سنه كبير، وكان يا حبيبي من ضمن التلاميذ المقربين للسيد المسيح. أيوه. وقدام واحدة جارية ومجموعة من العبيد أنكر السيد المسيح. ما أنكروش مرة واحدة ولا مرتين، ده 3 مرات. ولما رجع المسيح قبله وغفر له. ده كمان السيد المسيح له المجد قال له: ومتى رجعت يا بطرس ثبت إخوتك. يعني كل نقطة ضعف هتتحول لنقطة قوة. فثق يا مشيل مش بس في الغفران، لكن ثق ان الله هيحول كل نقطة ضعف لنقطة قوة. أيوه. هيخليك شهادة حية للمسيح كل أيام حياتك. أما اللي أنا بقصده يا ابني بعدم الشهادة للمسيح، إن الواحد يبرر إنكاره ويتعايش معاه وكأنه شيء طبيعي، وما يقدمش توبة، ولا يبقى يا ابني عاوز أبدا يقول إن أنا أخطيت ويرجع للمسيح. بس ده مش ممكن يخليني أتهاون يا ابونا وأقول بقى أخطئ وأتوب بعدين، ما كده كده ربنا هيقبلني. زي ما قلنا قبل كده يا مشيل يا ابني، قلنا كتير، قلنا إنك ضروري تحط في قلبك إنك ما تخطئش مرة تانية. لو الابن الضال قال: هروح لبيت أبويا واخد شوية فلوس وارجع للخنازير تاني، هو كده، هل دي كانت هتبقى توبة يا ابني؟ هل انت عاوز تعمل كده؟ هل عندك النية انك تنكر المسيح مرة تانية؟ لا طبعا، من ايام الطفولة يعني، والخطية دي معذباني لغاية النهاردة، ما حصلتش غير مرة واحدة بس، دايما بشعر بذنب رهيب. كنت عاوز اشوف مكان زي ليبيا كده واروح استشهد هناك علشان اكون شهيد للمسيح. انت كده تمام قدام الله شهيد. شهيد، بتحب دايما انت تشجعني يا ابونا. هقولك بصراحة يا مشيل، في نقطة مهمة غايبة عن ذهننا
وهي إن كل ما بنحارب إبليس في كل يوم ونجاهد ضد الخطية بكده نعتبر شهداء للمسيح، ولما بنرفض أي شر ونجاسة في كل دقيقة بكده بنكون قدام الله شهداء ولينا أكاليل الشهادة. فيابني مش محتاجين أبدا إن احنا نندبح بالسيف ولا تنفجر فينا قنبلة علشان نبقى شهداء ونروح السماء وناخد إكليل الشهداء وكرامة الشهداء. معقولة يا أبونا؟ طب هل في دليل من الكتاب المقدس أو من أقوال الآباء؟ في من الاتنين. إحنا كل ما بنرفض رغبات الجسد وشهوات الذات كده يا ابني بندبح ونميت الذات العتيقة لأجل المسيح. إحنا كده يا مشيل بنقدم ذبيحة لله. مكتوب في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 آية 36، معلمنا بولس بيقول: من أجلك نمات كل يوم، قد حسبنا مثل غنم للذبح. وبرضو معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 12 آية 1 بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يعني يا ابني كل ما بترفض الخطية اللي بيكون جواك رغبة ليها علشان تعيش للمسيح، فانت بكده بتكون قدام المسيح زي الشهداء تمام، ولك أكاليل الشهداء وكرامة الشهداء. بعدين بقى كده لخبطتني يا ابونا، يعني انا كده كل ما برفض الخطية بكون قدام الله شهيد. كده الواحد ممكن يكون شهيد كل يوم ومش محتاج بقى لا يروح ليبيا ولا يستشهد. فعلا يا ابني، فعلا ممكن تكون شهيد كل يوم ولك إكليل. الله، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: من أجلك، يعني من أجل المسيح، بنموت كل يوم. طب كده يبقى إيه الفرق بيني وبين الشهيد بقى؟ أقول لك يا حبيبي، إحنا كل يوم بنرفض فيه الخطية بنكون شهداء ولينا أكاليل الشهداء. في مقولة رائعة يا ابني لماري إسحاق السورياني بيتكلم عن الموضوع بشكل واضح. ماري إسحاق السورياني بيقول: لتمت في جهادك خير من أن تعيش في سقوطك. فأولئك الذين يموتون في جهادهم ضد الخطية يعتبرون أمام الله شهداء، مثل الذين يموتون من أجل إيمانهم بالمسيح. الله، إيه الكلام الرائع ده يا أبونا؟ كلام يشجع الواحد كده إنه يجاهد ويموت نفسه بجد عشان خاطر يسوع. طالما هيبقى شهيد وربنا هيفرح بيه كده زي الشهداء بالظبط، مش الكلام اللي يسد النفس اللي بيقول لنا التوبة الحقيقية انك ما ترجعش الخطيئة تاني يا حبيبي، فيخلي الشباب يقولوا ده كلام مستحيل، خلاص خلينا ضايعين ونعيش حياتنا وزي ما تيجي تيجي. ده فعلا يا ابونا بيخلينا فكر ليه شباب كتير بيقولوا يا ريت نستشهد، يا ريت نستشهد، احنا مش خايفين، احنا مش خايفين من الموت، نفسنا نستشهد، نفسنا نستشهد. لكن قدام الخطايا والشهوات مش بيجاهدوا. مش عارف ايه السبب يا ابونا، بيستسهلوا يعني ولا ايه؟ بص يا مشيل يا ابني، دول شباب مساكين وطيبين وبيحبوا المسيح جدا، لكن محتاجين ان يبقى عندهم معرفة ويدركوا محبة المسيح الكبيرة ليهم، وإنهم في أي وقت بيتوبوا بيكونوا مقبولين ومغفر لهم مهما سقطوا، حتى لو مليون مرة يا ابني. وكمان لو ماتوا وهم بيجاهدوا يبقى ليهم أكاليل زي الشهداء تمام، وليهم الأبدية السعيدة. فلما يعرفوا إن جهادهم ضد الخطية ليه معنى يتشجعوا إنهم يجاهدوا حتى الموت ضد الخطية، مش زي ما تيجي تيجي. طيب معلش يا ابونا سؤال، هل فعلا الواحد لما بيرفض الخطية ويقاوم ذاته ورغباته الشريرة كده هياخد إكليل زي إكليل الشهداء بالظبط؟ الرب يسوع المسيح قال كلام يؤكد كده يا ابني. ايوه، في إنجيل معلمنا متى إصحاح 10 آية 41 بيقول: من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. يعني إيه؟ مش فاهم يا ابونا.
يعني اللي حيقبل كلام التلاميذ عن السيد المسيح حياخد أجر مساوي تماما للتلميذ اللي بشر بالسيد المسيح، لأن التلميذ أخد وزنه إنه يكون تلميذ. فالتلميذ بيكون أمين لما يكرز باسم المسيح، والشخص اللي لسه ما أمنش بيكون أمين لما يقبل الكلام ويؤمن بيه، ولما يؤمن يبدأ يكرز هو كمان ويبقى تلميذ للرب يسوع. الرب يسوع قال في إنجيل معلمنا مرقس الرسول إصحاح 10 آية 31 قال: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين. وزي ما شفنا قبل كده يا ابني إن خياط أفضل من أنبا أنطونيوس في السماء، فكل اللي هيجاهد ضد الخطية ويموت ذاته اللي هي رغباته الشريرة من أجل المسيح هو قدام الله شهيد، وليه أجر شهيد وإكليل شهادة. وهو ده اللي لما يجي وقت قطع الرقبة يقدر يموت من غير خوف. الموضوع يا ابني مش موت جوه الكنيسة ولا بره الكنيسة، لكن أنا عايش للمسيح ولا عايش لذاتي وللذاتي. يعني الاستشهاد مش بس بالسيف، والإكليل مش بس للي بيتسفك دمه، لكن لكل اللي بيجاهد ضد الخطية. ده لو الشباب عرفوا كده يا ابونا هنلاقي الكنايس اتملت بكل الشباب البعيد اللي حاسين ان الحياة الروحية صعبة ومستحيلة. فعلا يا ابني، شد حيلك وجاهد بنعمة المسيح ضد الخطية، وقدم ذاتك للمسيح، فحتعيش في حماية المسيح وفي نعمة المسيح، وتعيش السماء على الأرض، مش تعيش للذات وللشهوات، شهوات الجسد ونجساته اللي آخرها موت. ومهما سقطت يا ابني قوم حتى لو مليون مرة، وطول ما انت يا ابني بتجاهد وبتصرخ تطلب الله، انت في عينينا الله بطل وليك إكليل شهادة. بصراحة يا ابونا من أهم النقط اللي اتعلمتها من قدسك انه مهما سقطت طالما توبت بكون مقبول، وكمان النهاردة طالما توبت بقيت شهيد. لكن معلش يا ابونا في سؤال تاني كتير بيجي الشيطان ويحاربني ويفضل يقول لي: انت جدفت على الروح القدس، انت ملكش توبة، انت ضعت خلاص. ومكتوب اللي بيجدف على الروح القدس مش هيتغفر له ابدا. ها مش هيتغفر له ابدا. اعمل ايه بقى؟ هل انا فعلا كده جدفت ولا وهل فعلا ماليش توبة؟ يعني سؤال رائع يا مشيل يا ابني. فعلا في شباب كتير بتتحارب بالموضوع ده، والشيطان بيستخدمه علشان يخلي الواحد ييأس. مرة واحد من الشباب حكى القصة دي وقال: لما كنت في ابتدائي وزعوا علينا انجيل صغير في مدارس الاحد وقالوا لنا: يا ولاد كل يوم تقروا نص اصحاح، ونبدأ بإنجيل معلمنا مرقس، وكل أسبوع هنعمل لكم مسابقة، واللي هيفوز هياخد هدية جميلة جدا. فاهمين يا أولاد؟ وكنت فرحان جدا، كل يوم كنت بقرأ نص إصحاح زي ما علموني. ولما قريت الجزء اللي بيقول: ومن جدف على الروح القدس لن يغفر له، جاني الفكر وقال لي: انت جدفت على الروح القدس، انت جدفت جدفت جدفت، يعني مفيش توبة مفيش توبة. كنت بسد وداني عشان ما اسمعش الصوت، كما لو ان الصوت جاي من برة، ولما ارفع ايدي يجي الصوت مرة تانية ويقول لي: جدف جدف، اشتم اشتم. وفضلت فترة تعبان من الفكر ده. فعلا أفكار متعبة جدا يا ابونا، بتبقى عاملة زي الوسواس القهري كده. إيه الحل فيها دي يا ابونا؟ الحل يا مشيل يا ابني إن إحنا نفهم الآية صح. التجديف على الروح القدس يعني رفض تام ومستمر العمل الروح القدس جوانا. الروح القدس يا مشيل ليها عملين: العمل الأول في غير المؤمنين علشان يساعدهم إنهم يأمنوا إن المسيح هو الله. فمكتوب في رسالة معلمنا بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 12 آية 3، معلمنا بولس بيقول:
وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فالروح القدس يمشيل يعمل في قلب الإنسان الغير مؤمن ويقول له آمن بالمسيح، آمن بالمسيح، المسيح هو الله، هو الله. مش شايف المعجزات اللي بيعملها؟ ده أقام لعازر، ده شفى مرضى كتير. آمن بالمسيح، آمن. فلو الشخص رفض صوت الروح القدس وفضل في رفض مستمر مش هيخلص أبدا، ومش هيجي للمسيح مصدر الحياة، بكده هيفضل في الموت. وعشان كده يا ابني الرب يسوع المسيح قال الآية الجميلة دي. الرب يسوع المسيح قال أما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. لما يسوع أخرج شياطين والفريسيين رفضوا الإيمان بيه وقالوا مش ممكن نؤمن أبدا، ده بيخرج الشياطين ببعلزبول، مش ممكن نؤمن أبدا. والروح القدس يعمل فيهم ويقول لهم دي معجزة، دي أصبع الله، مش ممكن شخص عادي يقدر يعمل كده، ولا شيطان ينفع يخرج شيطان. لا ده بعلزبول، مش ممكن نؤمن، نؤمن وبعدين نفقد سلطاننا ومكانتنا والناس تقول علينا ايه. لا مش ممكن نؤمن، لا. فاللي يصر يبني على عدم ايمانه بالمسيح زي الفريسيين كده برفضه المستمر لعمل الروح القدس جواه لحد الموت، ده مش ممكن يخلص ابدا يا ابني. لانه مكتوب في سفر اعمال اصحاح 4 ايه 12 بيقول وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطى بين الناس به ينبغي ان نخلص. فبالرغم يا ابني ان الحقيقه كانت واضحه قدامهم، لكنهم رفضوا، رفضوها علشان يفضلوا عايشين في الخطيه، زي تمام ما هو مكتوب في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 3 آية 19 بيقول وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. أو فيه اللي بيرفضوا عمل الروح القدس علشان خايفين من الناس، زي تمامه مكتوب في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 12 آية 42 بيقول ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. طيب إيه بقى هو العمل التاني للروح القدس؟ أقول لك يا مشيل، العمل التاني يا ابني بيبقى في المؤمنين علشان يتوبوا. فلما الواحد يخطئ الروح القدس يبكته على الخطية ويقول له قدم توبة، ارجع للمسيح، ارجع للمسيح، ارفض الخطية، المسيح بيحبك، بيحبك. فلو الواحد رفض عمل الروح القدس وفضل في رفضه لحد الموت وما تبش ومات في خطيته وهو رافض لصوت الروح القدس اللي جواه، فبكده يا ابني مش هيخلص أبدا، لأنه ما سمعش صوت الروح القدس، يعني فضل رافض للتوبة وما رجعش لأحضان السيد المسيح له المجد. لكن مش برضو أبونا لما أخطئ بكده ببقى برفض عمل الروح القدس اللي جوايا، يبقى كده بجدف. كلمة تجديف يا ابني في الأصل اليوناني هي فعل مضارع تام مستمر، يعني يرفض الآن ويستمر رافض للأبد. يعني اللي بيفضل طول عمره رافض التوبة أو يفضل طول عمره رافض الإيمان هو ده ابن اللي بيجدف. لكن لو تاب
أو آمن في أي وقت كده مش بيبقى تجديف. فالموضوع يا ابني مش مجرد صوت أو مجرد وسواس يتعبك ويشوشك. تمام كده يا أبونا، ريحتني من الوساوس دي، كانت عاملة لي قلق كتير. نرجع تاني بقى يا ابني للشهادة للمسيح. أيوه. رب المجد يسوع المسيح قال في سفر أعمال إصحاح 1 آية 8 قال: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الرب يسوع بيطلب مننا أن احنا نشهد عن اسمه في كل المسكونة ونخبر بالخلاص لكل الأمم. في بداية المسيحية كانت الأديرة مركز إشعاع وشهادة للمسيح، والرهبان هم اللي كرزوا للبلاد الأوروبية اللي ما كانتش تعرف المسيح. دير القديس باتريك اهتم بأيرلندا، ودير القديس غورغوريوس اهتم ببلاد الغال اللي هي فرنسا، ودير تاني اهتم بجرمانيا. واحد من الآباء اقترح وقال: نفسنا الأديرة ترجع وتكون مراكز للتعليم والكرازة بالإنجيل، وكل دير ياخد لغة معينة، ويبقى في كل دير منهج ومدرسة تعد وتبعت رهبان يعلموا كل شعوب الأرض عن المسيح والإنجيل. فالاهتمام بخلاص النفوس أهم بكتير من كل أمور الدنيا اللي هتزول، ودي كانت رؤية الكنيسة من بدايتها. ففي سنكسار 11 برمهات سيرة 3 أسقفة رسمهم القديس هرمون بطريرك أورشليم سنة 286 ميلادية، وأرسلهم للبلاد اللي لسه ما وصلهاش خبر الإنجيل. فإحنا محتاجين مش لتلات أسقفة، ممكن 30 أسقف يروح. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبينا الطوبوي المكرم، قداسة البابا الأنبا تبدروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيت محبة الله بالزيتون يقدم الحلقة 19 من سلسلة مبادئ الحياة الروحية، وعنوانها الفأر الميت، الذات في التعامل مع الله. سلسلة مبادئ الحياة الروحية، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأفاضل، النهاردة يا حبايبي هنكمل الحلقة 19 في منهجنا مبادئ في الحياة الروحية، ودي تكملة لسلسلة الفأر الميت، الفأر الميت. والحلقة دي عن الحرب الكبرى في الحياة الروحية، والصراحة من غير متابعة المنهج من الأول هتكون الحلقات دي صعبة على اللي بيسمعها. ياريت يا حبايبي، ياريت اللي عاوز يستفيد استفادة حقيقية يرجع ويسمع من الأول بالترتيب ويطبق الخطوات العملية. وممكن يا حبايبي تلاقوا باقي الحلقات على موقعنا mabadee.com mbadee2.com. ونسمع يا حبايبي الحلقة 19. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا مشيل، ايه فينك؟ ليك فترة مش باين. باين عليه اتغير وبقى متدين شويتين. ايه يا عم مش كده قوي، ساعة لربك وساعة لقلبك. اقول لهم ايه دلوقتي بقى؟ لو قلت اتغيرت هيتريقوا عليا. اقول لهم ان انا عادي زي ما انا كده، علشان مش عايزين وجع دماغ بقى. يا جدعان اللي بتقولوه ده متدين؟ ده كلام، احنا مش بتوع الحاجات دي يا جدعان،
ده كلام المتدروشين. الوقت اتأخر قوي. لا لا لازم اقوم بسرعة عشان الحق ميعاد ابونا بخوم. لا هقوم هقوم يلا. ها ميعاد ابونا بخوم. نسيت امبارح العسل. ها مش قلت انك مش متدين وان الحاجات دي بتاعت المتدروشين؟ نسيت. ها فعلا انا قلت كده امبارح. قلت كده ازاي؟ سامحني يا رب. يسامحك مين؟ هي سهلة ولا يكونش فاكرها سهلة؟ حياة روحية مين؟ نام نام ملكش فيها، عيش حياتك وخليك زي بقية الشباب. ها كله كده هتعمل لي فيها ادي زمانك ولا هيكونش هتعمل لي ادي زمانك؟ لا اقول لك هتعمل لي فيها ادي زمانك. انا فعلا غلط لكن مش هستسلم، مش هستسلم ابدا. يا رب يسوع، يا رب يسوع سامحني، يا رب يسوع اعني، يا رب يسوع اعني، ارحمني يا الهي، ارحمني يا يسوع. سلام ابونا بخوم. سلام ونعم يا مشيل يا ابني. ها ايه اخبارك واخبار حياتك الروحيه؟ نشكر ربنا يا ابونا الحمد لله. كنا بدانا المره اللي فاتت في موضوع الفار الميت. ايوه حبيبي، النهارده يا ابني بنعمه ربنا هنبدا في شرح تفاصيل حرب الفار الميت. اول حاجه يا ابني هي الذات، يعني انا موجود. وأول صورة من صور الذات هي الذات في التعامل مع الله. وأول شكل للذات في التعامل مع الله هي رفض وجود الله أو رفض الشهادة لله. الموضوع ده شكله مطول قوي. فعلا يا ابني فعلا، حرب الفار الميت هي أطول وأصعب حرب في الحياة الروحية. أيوة أيوة، لكن يعني ايه رفض وجود الله او رفض الشهادة لله؟ اقول لك يا ابني، بالنسبة لرفض وجود الله الملحدين بيقولوا ابانا الذي في السماوات خليك انت في السماء وسيبنا احنا على الارض. فبيرفضوا وجود الله عشان هم يعيشوا، بيفتكروا ان وجود الله ضد وجودهم، وما عرفوش ان الله هو اللي خلقهم وحبهم وداهم كل شيء بغنى للتمتع، وإن وجودهم مرتبط بوجود الله. تمام يا ابني، زي الغصن ضروري إنه يثبت في الشجرة عشان يعيش، لو انفصل هيجف ويموت. فكبرياء الإنسان هو اللي بيخليه يرفض الله، وبدل ما يصدق إن الله أبوه وإنه على صورته يفتكر إن الله عاوز يذله ويستعبده. هو يا ابني في أب بيخلف ابن عشان يذله؟ لا طبعا. في أب عاقل يا ابني يخلف ابن عشان يستعبده أو يكرهه؟ تخيل كده يا مشيل يا ابني، لو في شاب قال لأبوه بقول لك يا راجل أنت، أنا عاوز أسألك سؤال. مالك يا حبيبي؟ إيه اللي حصل؟ أنت زعلان مني في حاجة النهاردة؟ اتفضل اسأل يا حبيبي. ركز معايا وما تلفش وتدور، انت خلفتني ليه يا راجل انت؟ قولي بقى. انت ابني وانا بحبك، اي اب بيحب يكون له ابن. انت ابني وحبيبي وانا حابب انك تكون زيي واحسن مني كمان. يعني ايه بتحبني؟ انا عاوز اجابة، ليه خلفتني؟ طيب مش كنت تسألني انا عاوز اتولد ولا لا؟ يا حبيبي كنت هسألك ازاي وانت ما كنتش موجود؟ لو في ابن قال لابوه كده هتقول على الابن ده ايه يا مشيل؟ مجنون، اكيد مجنون، مش متزن، يعني عنده مشكلة نفسية.
الله يا ابني هو أبونا وخلقنا لأنه خالق، زي الرسام اللي بيرسم روحة نقول له ليه بترسم؟ لو قلنا له كده هيقول لك برسم عشان أنا رسام. والعازف الموسيقي يا ابني لو سألته هتقول له ليه بتعزف موسيقى؟ هيقول لك ده الطبيعي، أنا عازف يعني بعزف. فالله يا ابني بطبعه خالق، خلق حاجات كتير، جماد ونباتات وحيوانات، أرض وسماء وبحر، وآخر الكل خلق الإنسان وخلى فيه صورته ومثاله وقال له انت صورتي، انت مثلي، انت ابني وحبيبي. فالله يا ابني خلق الإنسان كابن بيحبه مش كعبد بيتسلط عليه. أيوه. إلهنا يا مشيل هو الإله الحنين مش الإله القاسي المتسلط. إلهنا هو الإله الأحن من الأم على رضعها. إلهنا هو الإله اللي قال لنا أنت صورتي ومثالي، وقال برضه أنت جزء مني. إيه؟ فين قال إن إحنا جزء منه دي؟ أقول لك يا حبيبي، لما الرب يسوع المسيح قال أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. وكمان قال ده أنتوا تعملوا أعمال أعظم من اللي أنا بعملها. معقولة؟ نعمل أعمال أعظم من اللي المسيح شخصيا عملها؟ أيوة. طيب فين دي كمان يا أبونا؟ المسيح قال كده في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 14 آية 12، قال من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. يوحنا 14 12. أيوة. أحفظها. زي المثل يا ابني اللي بيقول الأب بيحب ابنه يكون أحسن منه. فين بقى الواحد يلاقي كل الحب ده؟ فين يلاقي الواحد كل النعمة والاتضاع دي؟ إلهنا هو اللي بكل اتضاع غسل رجلينا زي الأب ما بيعمل مع أطفاله الصغيرين. وبعد ده كله الإنسان بكبريائه يرفضه ويرفض محبة الله ليه. وبعدين تسأله طب أنت أصلك إيه؟ يقول أصلي أنا أصلي قرد. طيب قيامه أعظم. أيوة. لكن يمشي اللي بيكابر ويرفض الرجوع أو ييأس، واليأس يا ابني صورة خفية للكبرياء. أيوة. هيفضل عايش عبد لذاته ولذاته ويبقى من سيء لأسوأ، وتتآكل حياته ويفنى جسده وتتدمر نفسيته. وكده يمشي يا ابني كل اللي بيرفض التوبة، كل اللي مش حيطيع تعاليم الله ووصاياه هو في موت، زي المثل ما بيقول ده ميت بالحياة. فوصية الله هي للحياة، اللي حيطحها حيلاقي فيها السعادة والفرح الحقيقي. ولو لقى بعض الضيق اللي بيقابل كل البشرية الله حيعزيه ويسنده، زي ما هو مكتوب في سفر المزامير مزمور 94 آية 19، داود النبي بيقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. فاللي حيطيع الوصية يمشيل هنا حيفرح ويتعزى حتى لو في وسط الضيق، وهناك حيلاقي فرح لا ينطق به ومجيد، وحيلاقي الأبدية السعيدة تكون مستنياه. لكن اللي بيرفض وصية الله هيعيش هنا يا ابني في تعاسة وفي مرارة، والتمتع الوقتي بنشوة الخطية بينتهي بسرعة يا ابني، بعد ساعات أو في الحقيقة بعد لحظات. قل لي يمشين، هل أنت يا ابني عارف زمن التمتع بالخطية قد إيه؟ لا يا ابونا مفكرتش في الحكاية دي. يعني هو احنا ممكن نقيس زمن التمتع بالخطية؟ ممكن يا ابني. فمقدار زمن التمتع بالخطية بيساوي بالظبط زمن تمتع الإنسان بطعم أكلة لذيذة، بالظبط قد السواد اللي بتمر على اللسان وبعدين الواحد ينسى طعم اللي أكله، ويتساوى اللي أكل فراخ ولحمة باللي أكل فول وطعمية. أيوة يا ابني، التمتع بالخطية سواء مخدرات، جنس، عادات، مناظر قبيحة بيكون للحظات،
بعديها الواحد يلاقي نفسه في قمة الإحباط واليأس والحزن والضعف الجسدي. أيوة. وفي النهاية الأبدية التعيسة بتكون منتظراه. الصراحة بقى مش منتظراه، لكن بيبدأ يعيشها من هنا. تقصد إيه أبونا بقى بإن الواحد بيبدأ يعيش الأبدية التعيسة دي من هنا؟ الأبدية سواء التعيسة أو السعيدة يا ابني بتبدأ من هنا. الإنسان اللي ليه علاقة حقيقية بالسيد المسيح يبدأ الملكوت من هنا، ويحس بلذة وطعم ملكوت السماوات من هنا، مش مستني لما يموت. تمام زي ما بيقول القديس غرغوريوس أسقف نيصص، بيقول ملكوت الله داخلكم، يعني الفرح الذي يغرسه الروح القدس في قلوبكم بكونه أيقونة وعربونا للفرح الأبدي الذي تتمتع به نفوس القديسين يبدأ من هنا. فالإنسان الروحي يمشيل تلاقيه دايما فرحان وعنده سلام غير عادي، ولما يجي سورة الموت بيبقى في منتهى الفرح. يقولوله مش خايف من الموت ليه؟ الموت ده هو اليوم اللي هشوف فيه المسيح حبيبي. المسيح وحشني قوي، نفسي أشوفه النهاردة قبل بكرة. يبقى إزاي هخاف من الموت؟ إزاي؟ لأنه عارف هو رايح فين، فيكون يوم الموت يوم فرحه، وفي الحياة بيكون مستمتع وفرحان، لأن الحياة بالنسبة له هي المسيح وشهادة للمسيح. فيقولوله مالك مش شايل هم للدنيا؟ ليه مش زي بقية الناس؟ ليه؟ المسيح معايا، إزاي هشيل هم؟ وهو بعتني في رسالة، أنا فرحان ونفسي أكملها بأحسن صورة. نفسي يعني هنا فرحان وهناك مطمن، زي تمام ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. لكن الإنسان اللي عايش لذاته ولذاته بيعيش الحزن والكآبة وعدم السلام، ومن هنا بيدوق الأبدية التعيسة. مش محتاج أبدا يستنى لحد ما يموت، ولما تيجي سيرة الموت بيكون في منتهى الخوف والرعب، ويقول موت بعد الشر؟ لا 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 لا، بلاش السيرة دي، أنا مش عايز أموت. ويسألوه طب يعني أنت فرحان ومستريح في الدنيا؟ مستريح مين؟ أديك شايف الهم والغم والمشاكل مش خلصانة، أديك شايف. فالحياة بالنسبة لي يا ابني هم وتعب قلب، والموت خوف ورعب. يعني هنا شايل الهم وهناك مستنيه الرعب والخوف. هقولك يا مشيل على مبدأ مهم جدا بالنسبة لعقوبة الخطية. اتفضل يا ابونا. الخطية أجرتها فيها. الخطية أجرتها فيها. الخطية أجرتها فيها. جملة عميقة قوي، فسر لي يا ابونا تقصد ايه الخطية أجرتها فيها؟ الخطية يا ابني زي العسل اللي فيه سم، اللي ياكله يتلذذ بيه للحظات، لكن بعد كده يا ابني بيفضل يعذبه لحد ما يقتله. أيوة. كده بالظبط أي خطية لذتها مؤقتة، تفرح بها لحظات وبعدين تلاقي مرارة للنفس وضعف للجسد وموت للروح. والأسوأ من ده كله يا ابني اللي يبقى عارف العلاج ومش عاوز ياخده. العلاج لكل التعب والمرارة دي يا ابني هو التوبة والرجوع لله، طبيبنا الشافي. لكن كبرياء الإنسان وعجرفته هي السبب إنه مش عاوز يطيع الوصية ويتوب، فيفضل عايش في الموت. فعلا يا ابونا أصعب حاجة لما الواحد يعاند، يبقى عارف الصح من الغلط وبرضه يكابر ويعاند. طب أنا هقولك يا مشيل، مرة 3 شباب من الصعيد جم القاهرة علشان يدرسوا في الجامعة، وسكنوا في شقة مع بعضيهم. في نهاية شهر ديسمبر شافوا واحد من أصحابهم قال لهم ما تيجوا معانا راس السنة في كنيسة العذراء في الزيتون،
دي بتبقى سهرة جميلة، تسبيحة كياك وبتنتهي بالقداس. راس السنة ونروح تسبحة؟ ليه يا ولد؟ ايه التخلف ده؟ ده حتى اسمه يوم رقص السنة. يعني نرقص ونفرح فيه. اتحرك وسابهم ومشي، وبعد يومين شافهم صديق ليهم من بلدهم قال لهم: ما تيجوا معانا رقص السنة، رايحين دير الأنبا بشوي، هنحضر هناك التسبيحة وبعدين هنحضر القداس في البراموس. عيش أيامك يا ابني، كلتها كم سنة ونرجع الصعيد تاني. عيش أيامك يا خوي. وبعدين حد يروح ديري في يوم رقص السنة؟ الهشك والبشك ايه الكابة دي؟ نسك وعباد يتيف أول يوم في السنة عاد. طيب هتروحوا فين يعني قولولي؟ طبعا هنعيش حياتنا، هنروح شارع الهرم. وفعلا يا ابني، فعلا في ليلة راس السنة راحوا شارع الهرم وعاشوا حياتهم، لكن في الحقيقة عاشوا موتهم. وفي الساعة 4 الصبح ركبوا عربية مايكل علشان يرجعوا، فمايكل قال لهم: ايه رأيكم يا جماعة نطلع على الطريق الصحراوي نشم شوية هوا نتنعنش؟ فكرة، نشم شوية هوا ونتنعنش، فعلا محتاجين نتنعنش. وطلعوا على الصحراوي عشان يشموا شوية هوا. كان واحد راكب عربية نقل تقيل وهو مش في وعيه، وحصل تصادم بين العربيتين. يا ساتر، مات 2 منهم والتالت حصل له شلل نصفي. حاجة صعبة قوي يا ابونا. فعلا الخطية أجرتها فيها. فلما يا ابني نفتكر إننا نقدر نعيش بعيد عن الله، ونفتكر إن وصاياه تقيلة، ونرفض التوبة بإرادتنا علشان نعيش لذواتنا ولذاتنا، فبنكون هنا يا ابني في قمة التعاسة والشقاء، وأي تمتع بيكون وقتي وينتهي بسرعة، وفي النهاية موت أبدي وانفصال عن الله مصدر الحياة ومصدر النور. فالإنسان هو اللي بيحكم على نفسه بالهلاك الأبدي باختياره الموت بإرادته. فالله بيقول في سفر التثنية إصحاح 30 آية 19 بيقول: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا. فالإنسان هو اللي بيختار الحياة أو الموت، بيختار النور أو الظلمة. فاللي بيختار الحياة بيحيا، واللي بيختار الخطية عشان يمتع ذاته وعشان يعيش لذاته هو في الحقيقة بيعيش موته، زي ما الكتاب المقدس قال في سفر الرؤيا إصحاح 3 آية 1 قال: لك اسم إنك حي وأنت ميت. فالله مش بيرفض الإنسان، لكن يا للعار الإنسان يا ابني هو اللي بيرفض الله، زي ما بيقول الكتاب المقدس في سفر أيوب إصحاح 21 آية 14 بيقول: يقولون لله ابعد عنا، وبمعرفة طرقك لا نصر. فالله يا مشيل عاوز خلاص كل الناس، لكن الإنسان لما يعيش لذاته ويختار إنه يبعد عن الله مصدر الحياة بإرادته هو ده الهلاك، هي دي الأبدية التعيسة. أنا هقولك يا ابني قصة حقيقية. في واحد شاب راح لأحد الأديرة، وهناك في الدير طلب إنه يقابل واحد من الآباء، وكان منفعل جدا. ولما دخل سلم عليه الأب وقال له: حمد الله على سلامتك يا ابني. فهاج الشاب وبص لفوق وبدأ يشتم. تفتكر كان بيشتم مين يا مشيل؟ بيشتم ايه ده؟ مش عارف، كان بيشتم ابونا الراهب يعني؟ لا يا حبيبي،
ربنا سامحني كان بيشتم الله. ايه ده؟ معقولة؟ ولان ابونا كان متضع وطويل البال قال له في هدوء: مالك يا ابني؟ شكلك تعبان، انت زعلان من حاجة؟ قبل الايدز، قبل الايدز. مين اللي جابلك الايدز يا ابني؟ ربنا، ربنا جابلي الايدز. ربنا ولا الخطية؟ مش كان يستر عليا؟ مش كان يستر عليا برضو؟ اكيد ربنا ستر مرات ومرات، لكن انت اللي ما تبتش، صح؟ فعلا انا خاطي، انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبته لنفسي، انا خاطي، انا خاطي. فعلا الخطية مميتة، واللي يفتكر ان فيها لذة او متعة موهوم، هيفضل عايش في الوهم ده لحد ما يتصدم بالواقع المر. تمام يا مشيل يا ابني، تمام. احنا حياتنا يا ابني في المسيح مصدر الحياة، وفرحنا مع ابونا اللي بيحبنا، اللي بذل نفسه لأجلنا، وهو مش بيبخل علينا بأي حاجة. لكن لما بنرفض وصيته وبنكون عاوزين نعيش بحسب شهوات قلوبنا الرديئة ونجاسات العالم، ونفتكر إننا آلهة، ونفهم الصالح لنفسينا أكتر من الله نفسه، ونرفض محبته ونرفض وصيته برجلينا، زي تمام يا ابني ما هو مكتوب في سفر التثنية إصحاح 32 آية 15 مكتوب: فسمنا يشورون ورفسا، سمنت وغلست واكتسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. سامحني يا مشيل يا ابني، اللي بيرفضوا الوصية علشان يعيشوا لزواتهم وللذاتهم كده يا ابني بيحطوا أنفسهم لمرتبة أقل من الحيوانات، زي ما هو مكتوب: الطر بيعرف قانيه والحمار بيعرف معلف صاحبه. كل اللي بيرفض انه يكون مع الله يا ابني، كل اللي بيرفض انه يكون مع الله ابوه ويطيع كلامه كده هو اللي بيختار لنفسه الهلاك، زي ما هو مكتوب في رسالة معلمنا بطرس الثانية إصحاح 2 آية 12 بيقول: أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية، مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. معلش سامحني يا أبونا، هل الله مش عاوزنا نتمتع ونفرح في الدنيا دي علشان يكون لنا أبدية؟ لا يا ابني، لا طبعا، الله عاوزنا نفرح ونتمتع ونفرح بكل اللي هو خلقه لينا. فمكتوب يا ابني في رسالة معلمنا بولس الأولى لتيموثاوس صح 6 آية 17، بولس الرسول بيقول: الله أعطانا كل شيء بغنى للتمتع. فالله يا ابني مثلا ادانا ان احنا ناكل ونشرب، فهو خلق الخضروات والفواكه علشان ناكلها، وخلق لينا الجهاز الهضمي عشان نهضمها، واللسان عشان نتذوق ونستمتع بيها. لكن يا ابني الشيطان زي ما قلنا لما ما يعرفش يوقف العربية يقوم يدوس بنزين. يعني ايه يا ابونا؟ مثلا في موضوع الأكل، يا إما يقول لك: لا ما تأكلش، ده الأكل حرام ونوع من تعظم المعيشة، ده الأكل حرام ونوع من تعظم المعيشة. أقول لك صوم انقطاعي. لا لا لا، أقول لك حاجة أحسن، صوم يومين انقطاعي، عشان تبقى اديس. تبقى اديس بسرعة. بسرعة. ده الأكل حرام ونوع من تعظم المعيشة، ويخلي الواحد يدخل في نوع من النسك الزائد علشان يضر جسده ويمرضه، يا إما يخليه يأكل بشراهة لحد ما تجيله تخمة ويزيد السكر والضغط وبرضه يضر جسده. يعني ضرر بضرر، كله ضرر. أيوة يا ابني، لكن الإنسان في كل الأمور بيحتاج لاتزان وحكمة.
زي ما بيقول القديس الكبير أبو مقار، بيقول إننا نحتاج إلى الاعتدال والتبصر في كل الأمور حتى لا تتحول الأشياء الصالحة التي تبدو أننا قد امتلكناها إلى ضرر لنا، فيجب على الإنسان أن يكون معتدلا ومتزنا معا في جميع الاتجاهات. وكده يبني على نفس المستوى في كل الأمور. فمثلا في موضوع الجنس، الله هو اللي خلق الأعضاء الجنسية للإنسان، وهو اللي خلق حواء لآدم، مش الشيطان اللي خلقها له يا ابني. طبعا. والله هو اللي قال ليس جيد أن يكون آدم وحده. والله برضو قال في سفر التكوين إصحاح 2 آية 24، قال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. لكن الشيطان ممكن يحاول يخلي الإنسان يحتقر المرأة ويحتقر الزواج ويبصله على إنه نجاسة أو شيء حقير، ويخلي الإنسان يعيش في كبت واكتئاب لأنه بيبقى جواه رغبات طبيعية وهو بيبصلها على إنها نجاسة. يا إما يعني كده الرهبانة يا أبونا أو التكريس كبت واكتئاب؟ الرهبانة يا ابني أو التكريس مش بتبص للزواج على إنه نجاسة، ده الزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة. أيوة أنا بقول كده، والزواج هو اللي جاب الرهبان والمكرسين للعالم. إحنا يا ابني ما جيناش للعالم بشيء نجس أو حقير، لكن الرهبانة والتكريس هو حب شديد لله بيخلي الواحد يتفرغ للحب ده، سواء للصلاة المستمرة في الرهبانة أو للخدمة والكرازة في التكريس. فالحب الشديد يا ابني بيخلي الواحد يضحي بأمور ضرورية علشان خاطر حب أعمق وأسمى بالنسبة له، وده يا ابني بيسموه في علم النفس التسامي. التسامي؟ أيوة. يعني إيه التسامي يا ابونا؟ التسامي يا ابني يعني الواحد يضحي بحاجة مهمة جدا علشان خاطر حاجة أهم بالنسبة له، زي ما عالم كده يكرس حياته للعلم وما يكونش يبقى عاوز يتجوز. لما تقول له ليه مش عايز تتجوز ويكون عندك أسرة؟ ليه؟ للأسف مش فاضي، عندي اهتمامات كتير وأبحاث مهمة لازم أنجزها، لازم. أو أرملة ترفض الزواج مرة تانية عشان خاطر تربي ولادها، أو أخ يرفض الزواج علشان يهتم بإخواته الصغار وبتربيتهم بعد وفاة والده. كده فهمت، فهمت يا ابونا يعني إيه التسامي. تمام يا ابني. وإن كنا بنحترم كل دول اللي ضحوا وكرسوا حياتهم علشان خاطر علم أو عمل إنساني، مش بنلومهم، فبالأولى يا ابني ما نلومش الرهبان اللي حب الله حب جديد وتفرغوا لحبه وتركوا كل شيء علشانه، وما نلومش الكارزين اللي باعوا كل شيء من أجل مجد المسيح وخلاص إخواتهم في البشرية. أما لو كان الراهب أو المكرس بيبص للزواج باحتقار أو بيعتبره نجاسة، فدي تبقى بدعة، ودول يا ابني بيقول عنهم الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الأولى لتيموثاوس إصحاح 4 آية 1، معلمنا بولس الرسول بيقول ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، فرياء أقوال كاذبة موسوم ضمائرهم مانعين عن الزواج. ياه. بكده مشيل يا ابني، الراهب أو المكرس بيدخل في بدعة ويفتكر إنه أفضل من الآخرين، وده برضه نوع من الذات. وهو مش فعلا يا ابونا الراهب أفضل من الإنسان المتجوز اللي بيعيش في العالم؟ طبعا لا يا ابني. الله. لكن للأسف ده اللي وصل لنا يا ابني، لكن الحقيقة إن الأفضل الله هو اللي بيعرفه، وكل ما الواحد يتواضع الله بيرفعه، زي يا ابني ما هو مكتوب في رسالة معلمنا بطرس الأولى إصحاح 5 آية 6 بيقول فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. ومكتوب
اللي يبقى عاوز يبقى الأول يكون الآخر، فمش بالرهبنة ولا بالزواج. ففي في العالم متجوزين عندهم أولاد هيكونوا في السماء أفضل من رهبان كتير. أنبا يساب السائح جاله فكر، مين اللي زيه في السماء؟ الله قال له إن ملك أنطاكيا زيه في السماء، وكان ملك ومتجوز. ياه ملك ومتجوز. أيوة يا ابني، فالموضوع مش بالرهبنة ولا بالزواج، لكن دي وزنات، كل واحد يكون أمين في وزنته. أنا مش فاهم موضوع الوزنات ده قوي يا ابونا، يعني لو ممكن تشرح لي. هنتكلم عنه يا ابني بالتفصيل لما نتكلم عن الرهبنة. ماشي، لكن نرجع تاني بقى للذات علشان ما انتهش. سامحني يا ابونا معلش أنا بقطعك كتير. احنا كنا وقفنا عند اللي بينظر للجنس باحتقار. زي ما قلنا يا ابني، الشيطان بيخلي الإنسان يا إما إنه يبص للجنس باحتقار، يا إما يخلي كل تفكيره في الجنس يعيش للجنس ويدمن الجنس ويفتكر إنه كل المتعة. لكن كل اللي بيشرب من المية دي بيعطش ويفضل عطشان ويدخل في دوامة. أيوة. وتجيله الأمراض وتصيبه الشيخوخة المبكرة ويعيش طول عمره في كآبة وعطش، وطول عمره يا ابني ما يشبعش أبدا. والأمم اللي فيها انحلال أخلاقي مصيرها السقوط والانهيار. مكتوب يا ابني في سفر الأمثال إصحاح 14 آية 34، سليمان الحكيم قال: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. فعار الشعوب هو الخطية. ياه. هتلاقي بعد أجيال أطفال ما لهمش أباء، أطفال مشردين، أطفال عدوانيين. والشخص اللي بيدمن الإباحية بأي نوع بيدمر نفسه وعمله وأسرته. في طفل عنده 12 سنة صحي من النوم في نص الليل لقى أبوه قدام الكمبيوتر بيشوف فيلم إباحي. معقولة بابا يعمل كده؟ ده أنا لو قلت كلمة وحشة يقول لي عيب يا ولد. إيه الكلام القبيح ده؟ ده كلام ولاد الشارع، عيب. وبدأ الولد يشوف هو كمان النوع ده من الأفلام لحد ما أثرت على دراسته ونفسيته. كان يقوم بالليل ويصرخ ويقول أنت السبب، أنت السبب، أنت اللي ضيعتني، ضيعتني، حرام عليك. فهتنتظر إيه بقى من شخص انحضر في البلاعة الضلمة دي علشان يشبع ذاته وكمان مش عاوز يخرج منها؟ فهو كده يا ابني مش هيشبع طول عمره، هيدمر نفسه واللي حواليه كمان، ومش هينجل له حواليه من أثار التدمير ده. فازاي أب يربي ابنه على الفضيلة والأخلاق وهو نفسه ما عندهوش فضيلة ولا أخلاق؟ ازاي؟ صحيح، يعني مش هقولك كفاية يا ابونا ان احنا نعرض كل الحقائق المؤلمة دي. احنا محتاجين بشدة ان احنا نطلعها للنور. تمام، لكن افتكر انه مش كفاية نناقشها زي ما علمتني. لو مفيش حل عملي هيبقى ايه الداعي للكلام اصلا؟ هل في حلول عملية لو في حد يعني بيعاني من متاعب من النوع ده؟ الحل يا ابني هو التوبة والرجاء في المسيح، والرجاء في قبوله وغفرانه، زي ما اتكلمنا كتير يا ابني عن الغفران. أيوة. ولسه هنتكلم بالتفصيل ازاي نتحرر من الامور الاباحية والعادات الشبابية بخطوات عملية. يا ريت. ده يا ابني هيحصل لما نتكلم عن سر قوة الشباب. في فرق كبير بين اللي بيسقط في الامور دي ولكنه بيرفضها ويقاومها ويقر بانها خطية ويجاهد ضدها بصراخه الدائم للمسيح وعدم يأسه، وبين اللي بيبررها علشان يمتع ذاته ويفتكر انه بيعيش حياته لكنه في الحقيقة يا ابني بيعيش موته. يعني انا طالما برفض وبتوب كده ما هوش نوع من انواع الذات. تمام يا ابني، الحمد لله. وزي ما وضحنا في الاكل في الجنس، زي كده في كل الامور الله خلقها لينا عشان نتمتع ونفرح. لكن الشيطان بيحاول انه يشوهها باي شكل. الله يا ابني عاوزك تكون فرحان ومستمتع، لكن ابليس بيوهمك بالمتعه، لكن في الحقيقه عاوز يدمرك. نرجع بقى يا مشيل ونراجع النقط اللي احنا خدناها النهارده علشان ما ننساش.
النهاردة يا ابني اتكلمنا عن الذات في التعامل مع الله. أيوة. وأول نقطة كانت هي أول نقطة كانت أيوة رفض الله أو رفض الشهادة لله. تمام. وتاني حاجة كانت هي تاني حاجة أيوة رفض تعاليم الله بعدم التوبة. تمام. لكن إيه بقى التدريب العملي بتاع الأسبوع ده يا أبونا؟ هقولك يا ابني، زي ما احنا متفقين يا مشيل في حلقات الفار الميت، مش هناخد تدريب جديدة، لكن هنراجع على التدريبات القديمة. الأسبوع ده تراجع على ضبط الزوايا والأسبوسيد. حاضر. يعني كل يوم بالليل تقدم توبة لله وتثق في غفرانه وقبوله. تمام. وتردد الأسبوسيد اللي هو يا رب عرفني بشاعة خطيتي وخليني أقبل حبك. شفت يا ابونا حافظها اهو. تمام يا حبيبي. حاضر يا ابونا، هواظب بنعمه ربنا وبصلواتك. صلوات العذراء والقديسين يا ابني. يلا سلام يا ابونا. سلام يا مشيل يا ابني، سلام يا ابني. احبائي الافاضل، لنا رجاء ان تصل هذه الحلقات مجانا لكل شخص مسيحي، فكل شخص له قيمه عظيمه في عيني الله، قيمته تساوي دم المسيح. وان كنت يا صديقي استفدت من هذه الحلقات، فعليك مسؤولية أن توصلها بقدر إمكانك لكل أصدقائك وأحبائك في المسيح. وإلى اللقاء يا أحبائي الأفاضل في الحلقة 20 من مبادئ الحياة الروحية. وإلهنا الصالح نسأل أن يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ويحفظ لنا وعلينا حياة أبينا الورع قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني صاحب القداسة والغبطة، ولربنا القدوس المجد الدائم إلى الأبد. آمين. مع تحيات بيت محبة الله بالزيتون.